انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة رسائل النجمات الرومانسية لأزواجهن. نستعرض لكم في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير رسائل رومانسية من النجمات إلى أزواجهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانة كندا علوش تختار كلمات رسائلها الرومانسية إلى زوجها الفنان عمرو يوسف بعناية فائقة، وقالت فيها: عمرو يوسف مشتاقة إليك، وأضافت: الحب هو أقوى شعور على وجه الأرض، لا تخجل من التعبير عنه. الفنانة شيريهان نشرت رسالة كانت الأولى من نوعها إلى زوجها علاء الخواجة، وقالت في رسالتها عبر إنستغرام: يا أعظم نصيب وقدر واختيار، يا من أخذت قلبي وحبي وعشقي واحترامي وأخذت بيدي من بعد الله سبحانه وتعالى، يا من شرفتني بحمل اسمك واسم عائلتك الكريمة، يا من أعطيتني أجمل جوهرتين لؤلؤة وتالية القرآن ويتوجهما أخوهما عمر علاء الخواجة، يا من أعطيتني الحياة وكل الحب والاحترام وأعظم عائلة عائلة الخواجة الكريمة. منى زكي وزوجها أحمد حلمي ترافقهما رغبة ملحة في الاحتفاظ بحياتهما الخاصة بعيداً عن عيون الإعلام والجمهور، ولكن مع انتشار شائعة الطلاق وتكرار الأنباء الواردة عن الخلافات بين النجمين، تخلت منى عن خجلها ووجهت رسالة رومانسية قصيرة إلى زوجها عبر إنستغرام قائلة: إلى زوجي الحبيب، أنت كل شيء في الحياة بالنسبة لي، لا توجد كلمات تعبر عن عمق مشاعري نحوك، ما زلت أرى الفراشات حولي كلما أراك، بحبك. الفنانة دنيا سمير غانم تمثل مع زوجها الإعلامي رامي رضوان حالة رومانسية خاصة جداً، فهما يظهران مشاعرهما في المناسبات الرسمية فقط. كتبت دنيا سمير غانم تغريدة في تويتر وإنستغرام إلى زوجها قائلة: دايماً بتشرف بك حبيبي، ربنا يحميك ويوفقك، ما شاء الله عليك. الممثلة هبة مجدي مطربة بالأساس، ورسالتها لنيل الدكتوراه كانت عن الموسيقى العربية. وجهت رسالة عبر فيسبوك وإنستغرام إلى محسن في يوم الحب: خلي بالك مني، وهو عنوان إحدى أغنياته، ثم أضافت رسالة أخرى قائلة: كل سنة وانت طيب، عيد سعيد للرجل الذي أريده بجانبي في كل ثانية من حياتي، شكراً لأنك زوجي، بحبك. ثم استعارت كلمات أغنيته في قلبي مكان وتقول: في قلبي مكان ما كانش بيوصله إنسان لأنه أمان، ما كانش بيدي حد أمان، فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك.